أصدقائي، قبل ما نبلش المقطع بدي أقولكم ما تنسوا تحطوا لايك وتشتركوا القناة وتتابعوني على حسابي على إنستغرام. والله بقولكم مشاهدة ممتعة. ولك ليش هيك صار برد بسرعة؟ إيش هالجو هاد هيك؟ مباشرة صار برد كتير. أنا بعرف إيش صار. برق ورعد ومطر فرت برا. والله أنا بعرف، أنا حس حالي ما أنا بتركيا. شوي تانية رح يكبس التلج ورح نقولك أني صرنا بموسكو. إيش هالبرد هاد؟ بعدين ديش بيك عم تساوي هون؟ قومي عملنا شي ناكله قومي. لك انت هلا عم تقول برق ورعد، ضروري بدك تاكل يعني بهالجو البرد هلا هاد؟ بلا ما تاكل هلا كثير مضطر لا تاكل. هيك رايك انت؟ ما ناكل اليوم يعني؟ ايه خلاص ما بدك، بلا ما ناكل بدال الاكل طاول. ها يعني عليك شايف شلون؟ شغلت مخك. لا وصدقت على حالي قال. قومي يا حرمه، قومي تدري بسرعه ساوي لنا انا متاكل ناكلها. لا قومي فزي يلا شي حلو والله. خلاص خلاص لا تعيط لا تعيط. قايمة قايمة واريد هذي تقرضك. بياكل بياكل ما بيشبع. ايوه الله يرضى عليكي، بس تحركي الجسم لحاله بتفا، الجسم بفكفك يعني. وبما انك انتي وانتي اعطيني جهاز، شغلت التلفزيون هاد الجهاز اللي عندي شغلي. نعم اشغل لك التلفزيون واعطيك الجهاز؟ لا والله ما بدي ما بدي، بدك تجيبهم انت خذهم بعدين. مو انت قلت بس وحي تتحرك بتفا ومشان يفكفك جسمك مثل ما قلت انت؟ هذا كلامك يعني؟ اخ يا ام عباده عم تحطي راسك من راسي. بسيطه طولي بالك، طلائك على ايدي ها على فكره مشان يصير لك خبر. بس ايه حاجتك بقى حاجتك؟ مالك حفظان غير هالجمله؟ قولك انا والمتابعين حفظناها على الغايه بالعين تطرقك. قول غيرها بقى. يلا الحقني بسرعه، 10 دقائق الاكل يكون جاهز عشان تاكل بسرعه. مفكرتيني عم بمزح يعني؟ بكره بتشوفي بس دخل لك اياها على البيت. لك انا مو قلت لكم دبروا لي عروس وبعثوا لي اياها على انستا حسابي على الخاص؟ نعم على ايش بدهم يدوروا لك؟ لا 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 ما 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 ما, ما يدوروا لي على شيء، ما يدوروا لي على شيء. انا كنت عم بقول لهم هلا اللي ما حط طايك يحط طايك وما اشترك بالقناه يشترك عندنا بالقناه مشان نوصل على 300,000 يعني. والله حلنا يا ام عباده. قلت لي يلا بسرعه لك قول لهم الحقني على المطبخ عشان تاكل. يلا يخرب بيتك من حالك، ابليس بذات نفسه بحسب لك حساب. خرب بيته وانتوا تردوا عليها. دبروا لي عروس بسرعه، دبروا لي عروس بعثوا لي اياها بسرعه. ولهلا ما حط طايك حط طايك وما اشترك بالقناه اشترك بالقناه. بكره نص على 300,000 خلصونا بسرعه بسرعه بسرعه. ولي اجت عباده. ايه شو هاد؟ ولك العبي مثل العالم الخالي لا تجننيني ها؟ على اول طلع على حالك انت اللي ما بتعرف تلعب غبي. لك يخرب بيتكم من حالكم، حتى تحت الاحرامات كنت تلعبوا ببجي. يلا عباده قوم من عندك يلا نزل تحت عشان نجيب لنا خبز بدنا ناكل. يلا مين؟ لحظه شوي، قالت عباده يعني اسمي انا؟ انت قصدك انا مو؟ لا لا امي بدك ما توخزينا كرمالك ما توخزينا. مالك شايف انا وين متحوش؟ تحتي فوقي في حرامات كثير. لا لا يوه شفت شفت انا اكثر وحده بالبيت شفت اصلا. ليه من حرامات البيت كلياتهم يخرب بيتك من حالك عشان تغطى فيهم؟ قومي بسرعه يلا تحت زي جيب لنا خبز وتاعه ومنه بتغير جو كمان. يلا لك لا بعدين بيحها ما سمعتيش قالوا بنشر امي؟ ممنوع حدا يقطع بهالجو هلا عم بسوي امراض كثيره. ومنو هذا اللي قال هيك بالله؟ وزير صحه وزير صحه قال امي. يلا اعترضي اعترضي لاشوف بعدين بيرضيكي امي انزل بهالجو انا هلا هيك بمرض بعدها ونقضيها بعدين على مشافي وصيدليات ودواء وبطيخ ووجع راس. بلاها انا برايي بلاها. ايها ايها يا عيني عليكي هلا بلشت تشتغلي صحه الدوج. يا عيني عليكي وقفي جنبي بيرضيكي امي بيرضيكي. والله حلو حلو الكلام اللي حكيتوه اثنيناتكم هلا كثير حلو وتمسيح الجوخ لبعض عجبني كثير. هلا شوف انت اذا بدك تنزل تجيب لنا خبز هذا حقك يعني، هذا حقك انك تعترض. انا ما بمنعك روحي بالعكس تماما انا معك 100%. بس ايش بدك تساوي انت يا عمري؟ بدك تضطرني هلا اروح لعند ابوك واحكي له احكي له رايك بالموضوع؟ بقى ما بعرف ايش بساوي معك، بتصطفر انت ورايك. يعني بدي اخاف مثلا؟ ماني نازل روحي قولي له ماني خايف. اسمع مني وانزل بكرامتك احسن لك، لانه اذا ابوي اجى لهون وشافك مكبر راس رح يمسح بكرامتك الارض وتنزل غصب عنك، فانزل بكرامتك احسن لك انا برايي. ما بدي يعني ما بدي، بعدين الجو برد كثير امي والله بردوا له. اوف وين راحت؟ ما بعرف، بس طلعت ما قالت ولا كلمه، ما بعرف. تعا اسمع حجي تعا، رحت قلت له قال ما بده وما له علاقه، ما بده ينزل، روح شوفه انت روح. قولي سمعت؟ لك ايش دون يعني ما ينزل؟ شغل على كيفه؟ بعدين هيك لشوف وينه هالولد وينه؟ قولي سمعت؟ قلت لك من اول نزل كرامتك ما بدك بدك تكبر راس، شوف هلا ابوي شديحه ما فيك. قولي 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 اجى ابوك قولي. وينه هذا عم يكبر راس؟ اوف وين راح؟ انا هون انا هون بابا انا هون نازل اجيب لامي طلبات، بدك شيء انت اجيب لك معي؟ ايوه بسرعه يلا بسرعه وجيب لي معك انت جابك هيك دخان وراح تنتظر يلا بسرعه. تكرم عيونك واذا بدك غير شيء كمان اتصل فيني على التليفون بس.
إذا قال لك على التليفون مو يا عبد الصرامي، هلا صار هيك يخرب بيتكم من حظكم، ولك شعب متعود ما بده يغيب العين الحمراء. قلت له من الأول انزل كرامته ما نزل، عن جد غبي. لحظة، كأنه هي ضحكة أم كرش خانوم، لو عم تسكسك كمان، أنا ليش تركتها بالغرفة لحالها أصلاً؟ هي وينك يا بنت؟ يلا يلا قدامي على المطبخ، بدك تساعديني في جري كثير بده جري يلا. نعم؟ إنه جري ما جري أمي؟ لا الله يوفقك، بلا شايفة جو برا برد كثير سقيح. قال جري قال عيفي أنا بكرة بكرة أنا بسوي لك إياه إن شاء الله أمي، تاكليها بنتي. حلو والله حلو، أنت كمان صرتي بدك ترابي لي الجو، قومي قدامي على المطبخ بلا ما تطق براسك بالأخير. ها عصبية عصبية كثير أمي، أنت كثير كثير عصبية. أنا عم بقول لك قايمة، عم بقول لك قايمة جاي أساعدك أنا، يعني هذاك قديش بعصبك تيجي بتضربيني إلي وريضة. يو ايش بك ايش بك ايش في؟ بقولك عبجلي تندى كمي والمي بارده كثير. نعم ايش تفضلتي؟ تندى كمك ولك عليك العوض ومنك العوض بس، ولو انت ما تستحي على حالك ما بتقولي عيبك، بس عارف انت شلون بدك تتجوزي؟ شلون بدك تتجوزي؟ مين بده يعلق فيكي؟ مين امه غضبانه؟ على فكره انت بده يتجوزك امه غضبانه عليك. حفظناها امي، حفظناها على الغايه، بديها بقى بديها. طيب شو رايك برا؟ طيب قلت لي برا عم بشوفك عم بتنفرز، ما لي طايتك على الصالون، روحي اطفي لي الصالون كلياته يلا بسرعه. ولك امي ولك امي كل جو هالبرد كل هال ما لك حاسه فيه، كل هالبرد وكل هالسقيع ما لك حاسه فيه. اسمع لك رايي انا، برايي هلا بلا ما انظف الصالون ايش بساوي؟ بروح بتدخل هلا بدحش بدختي وبدفى، وبكره ان شاء الله اذا طلعت الشمس ودفى الجو ببقى بروح بنظف لك الصالون، بنفكر بهالموضوع، ايش رايك؟ طيب ايش رايك تسمعي خياراتي بقى؟ واحد عندك يا اما بتروحي بتدرسي يا اما بتروحي بتنظفي الصالون، بقى ايش بتختاري انت؟ الاثنين اهوى من بعض، ايش بدي اختار يعني؟ طيب امي بالامتحانات بحطوا لنا خيارين وبحطوا خيار جنبه اسمه غير ذلك، انت ليش ما حطيتي؟ بحط لي اياه كنت اخترته لإله. ايوه عم تعني مهضومه كمان، عم تنكتي يعني؟ روحي نقلعي من خالتي على غرفتك احفظي يلا. وقلب والله وانا كنت عم بقول هيك الصراحه والله. ايش هالجو البرد كثير، تقول صرنا بامريكا الجنوبيه يا زلمه. بتعرف يا عبادة بهالجو ايش بده هلا؟ بده كاسة سحلة بتكون سخنة هيك وعلى وجهها قرفة، اوه او شي حضن دافي كمان، اوه بدك ايه والله؟ حضن دافي مثل حضن ام تحسين هلا تفني هيك بالحرام اليوم على الله. مين هاي اللي بدك تدفك بالله؟ الحرام الحرام الحرام، كنت عم بقول لعبادة يوم يجيب لي حرام تاني لانه هذا قصير وبردان كثير انا. ايوه قلت لي قوم لك يا عبادة قوم قوم جيب له لابوك حرام تاني خليه يلفه لانه بردان شكله. يخرب بيتها من حاله، تقول عندها الحاسه السادسه، مجرد ما تسمع باسم ام تحسين بتخلق قدامك مباشره. بعدين انت ليش ما قلت لي انه هي واقفه هون؟ اي ما انتبهت عليها انه واقفه، بعدين انت اندمجت كثير كمان. اي خلاص خلاص خلاص، اه لو ام تحسين تكون موجوده هلا هون. عبادة عبادة ولك قوم جيب لي حرام بنت حلال، كنت عم بقول له لسه قوم جيب لي حرام لك قوم قوم. انا وين حطيتها هاي؟ يو ايش عم تعمل هاي؟ ولك ولك ايش عم معكم؟ ولك ايش عم ممكن تفهميني ايش عم بصير معك؟ ممكن تفهميني على فكره ما في حدا غيرك بالبيت اللي راح يجلطني يا امي. امي تركيني بحالي، ها تركيني بحالي من غير شيء بالزور، عم بقنع حالي اني احفظ تحكي كلمة تانية هلا بترك كل شيء من ايدي وبقوم، ها تركيني بحالي اذا سمحتي. نعم انت عم تحكي معي؟ شو؟ اكيد ده اكيد ده. معقول انا احكي معك امي؟ اكيد ده ما بحكي معك انا لا. ايوه قلتي لي طلعي ايديكي على السما واحفظي مثل العالم الخلل لانه ايديكي مالهم مشلولات، رح اضطر انا اشيل لك اياهم عود يلا. من عيوني من عيوني، تكرمي تكرمي يا ست الكل تكرمي. راحت راحت بتحط دابة من دابي لك بتروح تجي بتطلع علي بس ما ببدي هم. لا احفظ غير هيك ما راح احفظ غير هيك هم. والله شو مبارك ما سمعتك مبارك ما سمعتك. لك ايه صعي بما انه باكين باكين كلياتنا مجتمعين وانا محتاره بكره ايش بدي اعمل لكم اكل؟ ايش بدي اعمل لكم اكل بكره؟ انا برايي تعملي لك شي طنجره يبرق هلا وتحتها العظام هيك
وجنب المرأة وتكون سخنة غير نار ولي على طولي. لك لا لا انا يا براء يا براء لسه عم بيحكى لنا عم بيجدي. ايش رايكم تعملنا معكرونة بشاميل سخنة هيها؟ لك لا 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 بلا بشاميل. قال بشاميل قال انا برأيي تعملنا بيتزا تسحبها من الفرن هيك تقطع سخنة وبتشط ما اطيبه. لك لا انا بيتزا وانا عجين مين فاضي يعمل بكرة عجين يشتغل هالبرد؟ لا بلاها انا برأيي اعملكم ملوخية. لك لا لا انا ملوخية ملوخية قال ملوخية ما بطيقة منوب. ايش رايكم باكل الجزمز؟ ولا مثل ما بقولوا للشوام حرقها باصبعه اكله كتير طيبه وخفيفه نظيفه وسريعه ودافيه كمان. والله شي مرتب انا برايي ايه. لا 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 ما بدي جزمز ما بدي جزمز ما بطيقه. طيب ايش رايكم نعمل بس 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 يخرب بيتكم من حالكم يخرب. لك انا قلت تساعدوني حيروني بزياده ولا كلمه. ها ايش رايكم بكره ما يطيب خا بكره صيام عشان تحسبوا حسابكم من هلا اليوم في سحور بكره ما في غدا يخرب بيتهم. مي كيس العدس وقع على الارض ومطبخ وعبدين الارض كلها صارت عدس. لك ايه صح عدس شلون راح عن بالي انا؟ هلا وقتها احلى طنجرة شوربة العدس لعيونكم دنا برد الله بتدفينا. نعم لا 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 حجة كل شيء للعدس الله يسترك ما حدا بحبه طاول اوعك. ليش انتم بالكم انا رح اخذ رايكم وحياتكم بكره ما في غير شوربة العدس. برافو عليكم لك موجودين كنت ناسياني ذكرتني بكره كلكم رح تاكلوا شوربة العدس. عجبكم كلوا ما عجبكم لا تاكلوا بتوفروا حق الاكل كمان. انا قايمة الم العدس نقطشها بكره اسوي لكم اياه. لك وقت بقول بدي اطلعك ما بتصدقي خرب بيتك من حالك وانت وراك بجودك كلب. شبكن؟ ليش كنتم عم تطلعوا فيني هيك؟ انا ما عملت شي. ها عم تفكروا باللي عم بفكر فيه؟ طبعا عم نفكر وجاهزين قيمة ما بدك جيبولي يلا عندي لاشوف. اوف 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 خليك 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 برد قلبي بوظ قلبي خليك تستاهل يا مجود الكلب. لك واخيرا اجى اليوم اللي رح اشوفك فيه محبوس يا فسفوس البيت. خلصتوا خلصتوا انتوا وياه؟ طلعوا لبرا بقى وتركوني انا ومجود لحالنا شوي بقى. ممتاز واخيرا بقينا انا وانت لحالنا بقى. عم تجي لعند امك بتقولها بدك شوربة العدس؟ ايش عليه؟ على عيني وراسي. انا بفرجيك يا مجود الكلب لاشوف الله بس عايفك هون. امك رح تنزل تجي تخلصك رح تجي تفكك طول بالك علي شوي. بدك ما تواخذني بدي اضطر اقول لك تصبح على خير اليوم ليلتك هيك. سلام عليكم.